مصر غير ومختلف عن أي مكان في الدنيا عشان هي أم الدنيا. تعالوا معنا النهاردة نتفرج على رمضان في مصر معايا ومعاكم مع Experience Egypt. يلا بينا نبتدي اليوم النهاردة بأول زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية. احنا دلوقتي على الدرج اللي هيودينا للمومياوات الملكية. احنا موجودين دلوقتي عند المومياوات الملكية وعارفين ان تم نقلها في موكب شهير جدا ومهيب جدا كان في 2020 والعالم كله اتفرج عليه. المميز في متحف الحضارة ان هو بيضم عصور كتير جدا من العصر المصري القديم، من العصر الروماني والعصر القبطي والعصر الاسلامي والعصر الحديث. بما اننا بقى في رمضان ومشهورين جدا في مصر بالخيم الرمضانيه، عايزه اقول لكم جوه متحف الحضارات موجود اقدم خيمه في مصر. الخيمه دي من عصر قبل الاسرات لاميره مصريه قديمه. هنا هنلاقي يعني براعه الطب المصري القديم، اول طرف صناعي عرفته البشريه كلها. التابوت اللي موجود دلوقتي هو تابوت للنجم عنخ وهو من القرن الثالث قبل الميلاد. دي مسترده من قطع اثريه كانت موجوده في متحف بامريكا. ايه الشخصيه المصريه التاريخيه اللي تحب تقعد معاها وايه الاسئله اللي هتسالها؟ هي شخصيه اخناتون، ونفسي اساله جدا هل هو الملك اللي كان موجود في عصر سيدنا يوسف. الكسوه دي اخر كسوه للكعبه الشريفه كانت سلمتها مصر للسعوديه سنه 1963 في عصر جمال عبد الناصر. لو بتكتب اغنيه عن مصر هيبقى ايه اول سطر؟ هي الدنيا ام الدنيا. انا موجوده دلوقتي بقى في قلعه صلاح الدين، اشهر معلم في القاهره. عايزه اقول لكم ان بيجي لها من كل انحاء العالم زوار سواء في رمضان او غير رمضان طول ايام السنه. باب القلعه مفتوح لكل زواره بسبب جمالها. يلا بينا نبتدي نشوف اجواء رمضان جوه القلعه. انا موجوده دلوقتي قدام برج من ابراج القلعه، بس انا حاليا في بير يوسف، مدفع رمضان من جوه قلعه صلاح الدين. وخرجت عاده ضرب المدفع وقت اذان المغرب كل سنه، كان السلطان المملوكي خوش خدم جاي له المدفع ده هديه، وجم الجنود ضربوا المدفع وكانوا بيجربوه وقت اذان المغرب في اول يوم في رمضان بالصدفه البحته، وبقت عاده من يومها في رمضان. صحن مسجد محمد علي، المكان المكشوف الكبير اللي انتوا شايفينه معايا دلوقتي، وموجود فيه نافورة الوضوء اللي المية بتاعتها كانت بتيجي من بير يوسف وكمان كانت بتيجي من سور مجرى العيون. موجودة في مسجد محمد علي، هنلاقي على شمالنا ضريح محمد علي، هو مدفون هنا بالفعل داخل المسجد. المسجد ده اتبنى في 18 سنة من سنة 1830 لحد 1848. المسجد فيه 365 شباك على عدد أيام السنة. من فوق القلعة بنشوف في أجمل أماكن القاهرة. عايزة أقول لكم كمان هواء القلعة نقي جدا، المكان ده بالذات في القاهرة هواء نقي جدا. معلومة يمكن كتير ما يعرفهاش إن وقت الحروب كانوا بيختاروا أماكن يكون فيها الهواء نقي وصحي جدا علشان يقدروا يقعدوا فيها جنود بالشهور. حطوا في كل أنحاء القاهرة لحمة ونشروها في كل مكان. المكان الوحيد اللي ما فسدتش فيه اللحمة لمدة أسابيع هو فوق القلعة. احنا دلوقتي قدام مسجد من أجمل المساجد اللي موجودة جوه القلعة، تحفة فنية معمارية. المسجد ده بناه سليمان، كان والي في مصر في العصر العثماني. المسجد حلو قوي والطراز المعماري بتاعه في منتهى الجمال. تعالوا نشوف المسجد من جوه. جينا بقى لأجواء رمضان اللي بجد، شارع المعز اللي مش موجود زيه في العالم كله واللي موجود فيه اجمل اجواء لرمضان. النهارده هنفطر في شارع المعز، واحنا قاعدين في حضن شارع المعز وفي حضن المكان العريق ده. يا
دلوقتي رايحين بقى نقعد على قهوة ونشرب الشاي. زي ما انتم شايفين عليها كوكب الشرق، جمال وألوان وأنوار وإضاءات في كل مكان، الناس كلها مبسوطة وخارجة وبتتطور، وأجواء مبهجة في مصر الحلوة. رمضان في مصر غير. سحورنا من جوه قصر البارون في مصر الجديدة. السحور بقى سحور مصري أصيل، الفول والطعمية السخنة والبابا غنوج وأكلاتنا الحلوة ومشروباتنا بقى الرمضانية، الكركديه والخروب والسوبيا، وأحلى مشروبات بنستناها من السنة للسنة كل رمضان. أكتر مكان بحبه في مصر يعني بدون تردد سينا.